أنا كتير ببقى سعيدة قوي لما الناس تستخدم الإنترنت أو وجودهم على السوشيال ميديا يبقى وجود إيجابي أو محفز أو يديك فكرة أو يديك موضوع أحسن من الناس تقعد تستخدم السوشيال ميديا بطريقة هدامة. فلما بتبقى الطريقة حلوة وتاخد فكرة ويديك طاقة ويديك أفكار وتبقى أنت قادر طول الوقت تبقى عايز تعمل نفس الأفكار الحلوة دي. وبما أننا في الصيف والصيف يعني السهر والسفر والخروج، وناس كتير جدا بتبقى عايزه تروح اماكن بس مش بتبقى عارفه الاماكن، خصوصا بقى في اماكن كتيره جدا. وزي ما قلت لكم طبعا لان احنا كمان مقبلين على الاجازات وفتره الصيف، الناس بتبقى عايزه افكار مختلفه. عندي اولا في عصر الانترنت انت ممكن احيانا لو ما عندكش الفرصه كمان احيانا يقول لك انت ممكن تسافر بعينيك، زي ما تعمل شوبينج بعينيك، يقول لك ويندو شوبينج، يعني تتفرج وتشوف. ودي بيبقى احيانا ممكن فيها متعه للي مش بيقدر يروح، لكن بيقدر يسافر اكيد بيستمتع لانه بياخد خبره اللي سافر ونقل له الخبره والوحش والحلو، وتقدر تعمل ايه وتروح فين وهتلاقي ايه ومعلومات وافكار. من ابرز الرحاله اللي موجودين واللي بيعملوا اللي انا بقول لكم عليه ده الرحاله شريف نبيل. شريف بيروح اماكن كتير جدا ويقول لك حاجات كمان في نفس اليوم، يعني ممكن تعمل ايه وتروح فين والأكل والشرب وكل حاجة حلوة. شريف موجود معايا على التليفون، هياخدنا تاني بالرحالة بتاعته. وطبعا شكله هنا معرفش دي مالديفز ولا دي في أفريقيا، بيروح حاجات حلوة ومختلفة يعني مش متعود أن أنت تشوف فيها حاجات كتير. الرحالة المصري في شريف نبيل، مساء الخير. مساء الخير أستاذة شفكي، ومبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده. انا كمان مبسوطه لان انا من هواة السفر، يعني احب كده الشنطه معايا ويلا. اولا الصور موجوده وانت هنا، الصور هنا موجوده بين افريقيا والجبال والتلج، ويعني واضح ان انت رحاله يعني. الحمد لله. والله انا بحب التنوع في السفر، يعني القارات كلها جميله والبلاد كلها جميله، والتنوع ما بين الحر والصيف والثلج، كل التنوعات دي جميله. طبعا الصور حلوه قوي. انا عندي صوره وانت بتكلمني وانت على فيل، وبعدين في بحر، وبعدين في افريقيا بالوانهم الحلوه. يعني كلمني عن الفكره، جات لك ازاي؟ والله الفكره جات لي، انا كنت بشتغل حاجه ليها علاقه بالسفر شويه، فكنت بتنقل من مكان لمكان. انا كنت مهندس، فكنت بتنقل من مكان لمكان، لموقع لموقع، من بلد لبلد. فبناء عليه حبيت السفر وحبيت ثقافات الناس واختلافهم طبعا، اختلاف عاداتهم واكلهم وشكلهم ولبسهم. ومن هنا جات فكره ان انا ليه ما اسافرش واستكشف الدنيا كلها. وبعد كده في فتره قريبه جدا استقلت من شغلي وعملت بيه فول تايم، الوقت كله ان انا مسافر وبنقل ثقافات الناس والمحتوى عن الناس عايشه ازاي، بيتكلموا ازاي، بيفكروا ازاي، بنقله للناس اللي بتتكلم نفس لغتي، اللي ما راحوش الاماكن دي. صحيح. في نفس الوقت بديهم نصايح كمان لو عايز يروح يقضي اسبوع اجازه يغير جو يروح فين بالظبط. صحيح، ولانه كمان العالم بقى فيه افكار غير تقليديه، يعني ما بقتش الناس تروح للوجهات المعتاده، الناس عايزه تروح اماكن تانية مختلفه. انا شايفه الصوره دي في افريقيا، يعني حاجه بديعه، افريقيا اساسا بديعه وجميله. افريقيا جميله جدا، وفي ناس كتير جدا بتخاف تسافر افريقيا. في اماكن كتير في افريقيا ينفع نسافرها، ونسبه الامان فيها معقوله جدا ان احنا نقدر نقضي فيها رحلات جميله، يمكن اسبوع 10 ايام. طب ما اديني كده، يعني اديني كده نموذج لرحلات الناس تقدر تعملها ويتبسطوا وتبقى كمان مش مكلفه للناس. يعني انا عايز اقول ان كينيا وتنزانيا ممتازين جدا في السياحه، فيهم حاجه الناس كلها بتيجي من العالم كله عشان تشوفها، وهي السفاري جوه افريقيا. السفاري في افريقيا مختلفه تماما عن كل مكان في العالم طبعا، لان فيها الاسود وفيها الحيوانات كلها في الطبيعه بتاعتها الصح، فهي بتاكل من الطبيعه وبتهانت او بتصطاد من الطبيعه وبتاكل وهكذا، فمختلفه جدا عن اي سفاري ممكن اي حد يشوفها في العالم كله. تمام. انت كمان تكلفتها عندك ممكن تكلفتها نقللها بقدر الامكان، طبعا هي مكلفه وغاليه، لكن ممكن نقللها بقدر الامكان بحيث ان تقدر اي حد يقدر يعملها. ممكن نعمل يوم واحد بس سفاري، شفنا كل حاجه وكلفنا اقل كتير من ان احنا نقعد فترات طويله في السفاري. تمام. واعتقد انت كمان انا شايفه انت دي مالديفز ولا ايه تقريبا؟ مالديفز.
المالديف عملناها السنه دي في رمضان. كان الهدف منها ان احنا نشوف ثقافه الدوله عامله ازاي وننقل الثقافات دي، لان ناس كتير ما تعرفش هم عاداتهم ازاي. يعني كل الناس بتشوف المالديف الطبيعه الجميله، وهي فعلا طبيعتها جميله جدا جدا طبعا، شوفوا البحر اكتر حاجه، والبحر بالظبط، وشفنا كل ده، بالاضافه بقى ان احنا شفنا الناس عايشه ازاي جوه المالديف. يعني عاداتهم ايه؟ بيصوموا رمضان زينا، بيصلوا زينا، يعني الحاجات دي ما كناش بنشوفها. انا كمان سعيده، انت مش بس بتنقل السفر، انت بتنقل الثقافه. يعني اللي بيتفرج عليك حتى لو ما سافرش فهو اخذ ثقافه حلوه، واخذ حاجه حلوه مختلفه بالنسبه له. بالظبط، انا دايما كل بلد بروحها بدور على حاجه الناس ما تعرفهاش وانا كمان ما اعرفهاش، واسال اهل البلد عنها. طب ايه يا جماعه الجديد اللي بتعملوه هنا؟ ايه المختلف؟ ايه القبائل اللي هنا عايشه غير الحياه اللي في المدينه العاديه؟ يعني كنا انت تنقل اندهاشك للناس طول الوقت يعني. بالظبط. طب رحلتك الشنطه جاهزه فين اليومين الجايين؟ الشنطه على طول جاهزه. الشنطه على طول جاهزه، رايح فين اليومين الجايين؟ الشنطه على طول جاهزه. والله انا كنت عايز الحق موسم جده في السعوديه. في موسم جميل جدا جدا السعوديه عاملاه، وانشطه كتير جميله. دي من الحاجات اللي في الليست عندي. شرق اسيا بدا يفتح، ودي حاجه جميله طبعا. يعني الحياه كلها بدات تفتح بعد كورونا طبعا. تايلاند طبعا، فدي بقى دي بهجه لوحدها ثانيه. يعني دي يعني شايلها لوحدها. يمكن انا سافرتها بس كنت لسه مش بعمل فيديوز، كنت لسه ما بعملش فيديوهات وريلز وشورت فيديو. فان شاء الله لا هنطلع الجزء ده لازم طالعه خاصه بيه. اكيد انا بحب افريقيا جدا، سافرت يمكن 9 دول في افريقيا، عملنا قبائل كتير في افريقيا، عملنا سفاري كتير في افريقيا، الحمد لله كانت الرحلات كلها موفقه طبعا. يعني روح القاره بتاعتنا احنا افارقه اصلا، فيعني انا بشكرك والله، ودايما هنتابعك. يعني كل ما يبقى عندك جديد وحاجات حلوه نقولها للناس، احنا كمان هنبقى حاضرين نستقبلك انت والرحلات بتاعتك. كل واحد يحضر شنطته بطريقته. على فكره انتوا كمان ممكن تعملوا رحلات كتير. طب انا هقول لكم حاجه، محافظاتنا المصريه والله بديعه. يعني في ناس كتير جدا ما تعرفش عندنا حاجات حلوه قوي، الصحراء البيضاء، عندك سيوة، عندك الوديان اللي موجود، عندك أماكن كتيرة جدا ناس كتير ما بتروحلهاش. حتى محافظاتنا البسيطة بقت من كتر ما بقت جميلة سهل جدا ان انت تروح وتستمتع بيها وتقضي يوم او يومين حسب الميزانية. الواحد يقدر يغير حتى لو معاه ميزانية بسيطة، المهم ان هو يبقى عنده روح انه يغير.